كان صاحب شخصيا، ولو كنت حامل لازم اعتقد الان اشاره من مقابل الاخبار
لإعلام الأطباء بحقوق الكفالة العمومية يوم الخميس 21/2، ورجاء السنة لجميع الإدارات والمستشفيات بحيث يبقى في قوة، دايما الإشارة بتيجي من البنية غالبا عند المدربين بتبقى أقوى من إشارة المباراة. أنا حاولت أتكلم أشرف إن شاء الله هعمل زي كده، في الجرايد ثم إشارة من المباراة للمستشفيات ثم إشارة من المدربين للمستشفيات والإدارات. الأمر الثاني، نزلنا على موقع النقابة وعلى صفحة الفيس بتاع النقابة كانت تسليمة 4/5. الأمر السادس، إن إحنا كلفنا موظف الإعلام حوالي 2 ساعتين على مدار يومين يتصل بجميع مندوبي المستشفيات اللي بيشرفونا هنا كل يوم حد من كل شهر لإبلاغ الزملاء المندوبين المستشفيات والمراكز بالجمعية وحثهم على الحضور. ثم عقبنا أخيرا بالاتصالات الشخصية، يعني كل ما الدكتور اللي يعرف الكلام ده. لو في وسائل أخرى أكثر من كده نقدر نعملها، قلنا ما احنا فيك فرحات الأول. لو في فرحات اسمعها بس أنا الدكتور صبري موجود. حضرتك ممكن الدكتور صبري يكون اتصل بحضرتك كم مرة وحضرتك عملت إيه عشان خاطر إن احنا عايزين نلوم المجلس من الموجود الآخرين. فإذا كان في ملامة احنا يعني علينا احنا نتقبلها بصراحة. حضرتك انت وكيل رئيسات وكيل وزاره، حضرتك وصلت للبيان الفاضل. انا اتصل بالوقت ممكن وزاره الصحيه يا بابا. انا وصلت للمشروع دكتور اسماعيل تقريبا اكثر من مره، ودكتور اشرف تقريبا اكثر من مره، وزميل من الاخوه الاداريين في الاداره رقابه الدين، وانا بلغت جماعه الاطباء الاوائل استطلع عني في معاد الميعاد بلغتهم رسمي فيه كلهم. كنت امبارح اجتماع مع وكيل الوزاره ومع مديرين الادارات وبلغتهم بنفسي كلهم، بلغتهم بنفسي في اجتماع اخرى، بس انا ليا اعتراض واحد بس على المعارف. هو انا مشكلتي بالنسبه لاداره المرور ان انا حاليا ليا اكثر من اسبوع والمحافظه والمديريه تقريبا بتعمل يعني مجربله اداره المرور لوحدها. فاحنا عاطفين تعليمات جامده من الاطباء المتواجدين في المحلات الفترة الصباحية على الأقل. المشكلة بتاعتنا دلوقتي إن المعاد المفروض بإسماعيل موعد الفترة الصباحية صعب جدا، لأن عندي مثلا أطباء موجودين في الوحدات صعب إنهم يسيبوا الوحدات في الوقت ده. بالنسبة للمستشفيات برضه ما أعرفش ظروفهم إيه، إنما كان الأفضل إن العمل بعد مواعيد العمل تبقى أفضل من إنها تبقى في مواعيد الصبح أو الجمعة. ده رأيي. اتصلوا بيه؟ اتصلوا الدكتور في اتصال مباشر؟ لا، اتصال مباشر. كده اغلبيه
هو ده هي دي النقطة اللي هي دي الحلقة المفروض تكسر وعلى ضوء ممكن يعاد الكلام هذا الموضوع. Thank you.
كذا. القمر فرعين عندها المعلومه دي عرفتها لما عرفتها وصلتها للدكاتره ليه؟ يا بيدي خبر في مكان لم يصلنا ورقة رسمية من القابل العامة. أيوة لم يصلنا ورقة رسمية من القابل العامة. ايه رأس الخبر؟ اللجنة الوزارية النقابية. تمام. مش كده؟ تمام. اللجنة الوزارية النقابية دي بعد هذا القرار جهد للنقابة، النقابة هتبقى تخلى اللي هم على طبقه هذا حقهم
ان الدكتور اللي كان بيدي لهم كان بيجري عليه بقى بالفضل اللي عشان موجود المقام بيتحرك بياخد بيها استشاره. قول بقى ما وصلش حضرتك اهو احنا النهارده جمعيه عموميه عندنا مشكله في التواصل زي ما حضرتك كنت بتتكلم لقينا بنوصل على خمس ايه؟ بنوصله بالجامع بنوصله جمعيه عموميه بنوصله بعلامه كلها بتبقى لكن وكان في لقاء بين وزير الصحه الدكتور ابراهيم مصطفى ومساعد الوزير معنا